التاسعة في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خالص تعزيه ومواساته لأسر ضحايا هجوم كنيسة حلوان، وأكد خلال اتصال هاتفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب. في جهته شدد السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. هذا وقد دان الامين العام للامم المتحده انطوني غوتيريش هجوم حلوان الارهابي، وتقدم بخالص التعازي لاسر الضحايا ولمصر حكومه وشعبا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقد شيعت ليله جثام شهداء اعتداء حلوان الارهابي الى مثواهم الاخير في مدافن دير الانبا برسوم بمدافن 15 من مايو، بعد ان اقيمت مراسم الجنازه بكنيسه العذراء بمطرانيه حلوان. وتفتح كنيسه مارمينا اليوم ابوابها لتلقي العزاء في شهداء الحادث الارهابي. كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن هوية منفذ حادث الكنيسة والذي أسفر عن استشهاد 9 وإصابة 4 آخرين. أكدت الداخلية أن الإرهابي يدعى إبراهيم إسماعيل مصطفى، ويعد من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة، وتزعم عددا من الحوادث الإرهابية التي راح ضحيتها وأسفرت عن وقوع شهداء ومصابين. دعا نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التظاهر اليوم في أنحاء إيران احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفساد. كانت عدد من المدن الإيرانية قد شهدت اليوم الثاني تظاهرات حشيدة تعد هي الأكبر منذ التظاهرات المؤيدة للإصلاحيين في عام 2009، وقامت قوات الشرطة بمحاولة قمع هذه التظاهرات. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.